السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من المشهد السوداني الذي نناقش فيه الواقع بكل تفاصيله ونسلط الضوء على أبرز أحداثه. في حلقة اليوم نتابع وإياكم ما بعد 19 من ديسمبر، الدلالات والنتائج ومواقف الأحزاب المختلفة، وكذلك بعض الملاحظات التي دونها جملة من الصحفيين والمتابعين حول علاقة الحزب الشيوعي بتحركات 19 من ديسمبر. وفي آخر محور في هذه الحلقة سنعرج على تصريحات البرهان اليوم في تنويره مع العسكريين رتبة العميد فما فوق، وحديثه عن العمل بشكل أو بتواصل تام مع حمدوك في كل الإجراءات والتعيينات التي تمت عقب 21 من نوفمبر. يسعدنا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة داخل الأستوديو الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور حسن سلمان. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتور. بالأمس كانت يعني التظاهرات 19 من ديسمبر التي كان يتم الحديث عنها منذ وقت مبكر على أنها ستكون يوما فاصلا، انتهى اليوم ويعني لم يحصل شيء يذكر في المعادلة السياسية وتركيبة السلطة، لكن بقيت بالطبع آثار هذا اليوم وما حصل فيه من وصول لقصر الجمهوري كعلامة فارقة. كيف تنظرون لما حصل يوم أمس بشكل مقتضب؟ وسنأخذ يعني جملة من آراء الأحزاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، على كل دلالات يوم الأمس هي فيها دلالة إصرار بعض المكونات على الأقل على الاستمرار ومحاولات حشد الشارع بغض النظر عن المآلات التي يمكن أن تؤدي إليها مثل هذه الأحوال، وخصوصا في إطار قراءة سياسية كلية لمجمل الأحداث ومدى ما يمكن أن تصل إليه هذه الأحداث. على كل، لكن هنالك إصرار، هنالك قطاع لا بأس به من الشباب السوداني يعني يعتبر أن هذه القضايا يمكن أن توصله إلى نتائج. هذا اتجاه على كل يمكن أن يشار إليه يعني. نعم، دعنا نشرك معنا عبر الهاتف، سأعود لهذه القراءة، لكن نشرك معنا عبر الهاتف دكتور كمال عمر، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي والمحامي المستشار القانوني. مرحبا بك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير، التحية لكم والتحية للضيف والمشاهدين. أهلا بك. يعني دكتور كمال، تابعتم بالأمس التظاهرات وما حدث فيها، كثيرون كانوا ينتظرون أن يذاع بيان في هذا اليوم أو حتى تتغير المعادلة السياسية. مر اليوم وما زالت المعادلة قائمة على استمرار البرهان في رئاسة المجلس السيادي واستمرار حمدوك في رئاسة الوزراء. أنتم في حزب المؤتمر الشعبي، كيف تنظرون لمستقبل البلاد بعد هذه الأحداث؟ يا أخي جزاك الله خير على طرح الموضوع ده. الموضوع ده في غاية الأهمية. الآن في انسداد في الأفق السياسي، يعني بمعنى يعني اللي حصل امبارح، حصل تدافع من قطاع كبير في العاصمة، والقطاع الكبير في العاصمة ده للأسف ما عنده قائد الآن. يعني حتى النخب السياسية الأحزاب السياسية الآن مش ملفوظة، مرفوضة من الشارع السوداني على الأقل، عشان نكون منضبطين في الخرطوم. يعني اللي حصل لبعض قادة الأحزاب خير دليل، وطبعا ده مرده للفشل، فشل في خلال ثلاث سنوات عجاف من الخطل في الخطاب السياسي وفي الأداء السياسي. حتى حمدوك الآن الجاد بي والمعادلة الجديدة، حمدوك ده يعني واضح من خلال الراهن السياسي فشل حتى في تكوين حكومته، ناهيك عن الفشل في السلطة التشريعية والفشل في تكوين المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي ومئات من المعتقلين والمحبوسين السياسيين.
يعني لسبب متعلق بأنه المحبوسين ديل إسلاميين. التهمة الوحيدة للمحبوسين والمعتقلين إسلاميين، مع غياب تام لمؤسسات الدولة. الآن في فراغ دستوري بعد 25 أكتوبر، الوثيقة الدستورية ما عدد الوثيقة، ما في حزب الآن إلا من رحم ربي عنده برنامج سياسي. ولذلك يعني التخييم الحصل ده بيستمر، يعني هم داعين ل 25 تاني في يوم 25، لكن بدون قيادة، بدون خطاب، بدون برنامج. وده أنا أفتكر ضار بالفترة الانتقالية. إحنا مثلا في المؤتمر الشعبي عندنا ورقة يعني طرحناها لكل القوى السياسية، ورقة اسمها هوادي الانتقال، عشان يعني نعمل حاجة كده في الساحة السياسية، نقول يعني الوثيقة السورية دي لازم تتعدل. ما عادت وثيقة تحكم الفترة الانتقالية، في إشكاليات. لازم الأحزاب السياسية تتحد حول برنامج اسمه الميثاق السياسي. لكن حتى العساكر الآن يا أخي الكريم ذاته ما عندهم برنامج. كونوا مجلس عسكري ومجلس انتقالي ما عنده أي فانكشن سياسي الآن، ولا فانكشن دستوري. ورئيس الوزراء في فشل، كل يوم بيفشل الآن. ودوائر استخباراتية شغالة في العمل السياسي في تحريك الأحزاب. يعني السودان الآن يعني فترة انتقالية لم يشهدها السودان في تاريخه. نفتكر بالرجوع لعهد الاستعمار في الحكم الثنائي في دستور الحكم الثنائي سنة 53، كان الأفضل من الوثيقة الدستورية الحالية. نعم. ولذلك أننا محتاجين لإرادة سياسية، محتاجين لإخلاص حول قضية الوطن. أنا ما في زول عمي والوطن، بلد سايبة، رئيس وزراء سايب. نعم دكتور كمال. نعم دكتور كمال. نعم. يعني هذا في توصيف الواقع. يعني البعض ربما يقول حتى يعني هذا المقترح الذي تقدمتم به قوبل بالرفض من قبل يعني أحزاب قحط، بل حتى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك رفض مقابلتكم فترة طويلة وأخركم، وثم يعني سمح لكم بأن تقدموها فقط لمكتبه. هل هناك أفق أصلا لأن تقبل مثل هذه المبادرات وأن يحصل توافق وطني حولها؟ شوف، أنا إحنا حزب إسلامي داعية، وأن إحنا شغالين في العمل السياسي لأنه أن إحنا عندنا برنامج. أنا ما بقول الحزب الوحيد اللي عنده برنامج الآن من المؤتمر الشعبي، لكن على الأقل في الساحة السياسية أمام الانسداد ده المؤتمر الشعبي قدم رسالة، قدم 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 ورقة، قدم هوادي. رئيس الوزراء، لأنه رئيس الوزراء محكوم بضغط علماني وضغط دولي. المؤتمر الشعبي ده يا أخي الكريم حزب إسلامي مخيف لرئيس الوزراء. حتى ما عنده الاستعداد، ما عنده الشجاعة في أنه يقابلنا في مكتبه. دي مشكلة. دي يعني أن إحنا ما وقفنا للحد ده. أن إحنا مشينا في اتصال بكل القوى السياسية، الآن في الراهنة السياسية، الحركات المسلحة. أن إحنا ماشيين في برنامجنا، لكن أنا لانه احنا عندنا واجب بانه لازم ننقذ البلد دي من حاله التردي السياسي والدستوري. نعم. احنا ما واقفين محطه حمدوك ذا مجرد موظف، ما عنده اي ايمج سياسي، ما عنده اي حاضنه سياسيه، مدعوم من المجتمع الدولي. لكن اذا نعمل شنو دكتور يعني كمال الان؟ نعم دكتور كمال، يعني لو شرحت لنا وللمشاهدين يعني ما هو تصوركم للخروج من هذه الأزمة؟ بالأمس حاولنا أن نجيب عن هذا السؤال مع الناطق باسم تجمع المهنيين، يعني للأسف كان الكلام عام، لا يوجد برنامج واضح. لكن أنتم هل لديكم تصور واضح للخروج من هذه الأزمة بالخطوات؟ عندنا تصور واضح. التصور بيبدأ بالوثيق بالإصلاح الوضع الدستوري. إصلاح الوضع الدستوري، يعني إحنا عندنا برنامج طرحناه في الورقة،
قلنا يبدأ بميثاق سياسي تجمع فيه كل القوى السياسية تقدم قضية الوطن فوق قضايا الحزب. قضية الوطن المتمثلة في إصلاح المؤسسات، قيام المؤسسات الدستورية الانتقالية من المحكمة الدستورية للسلطة التشريعية، مشاركة كل الأحزاب السياسية في التمثيل ده، كويس، مع وضع دستوري، تعديل في الوثيقة الدستورية، تعديل كامل في الوثيقة الدستورية، لأنه الوثيقة دي ما عادت يا أخي الكريم كل الفترات الانتقالية، عشان تنجح في الفترة الانتقالية لابد من ميثاق دستوري وسياسي. نحن عندنا مقترح للوثيقة الدستورية، تعديل في الوثيقة الدستورية، تحديد أجل للانتخابات. الانتخابات دي لازم تقوم في 2023 لابد من انتخابات. ما في زول الآن بيدير البلد دي منتخب من قبل الشعب السوداني. الإسراع في قيام الانتخابات في الموعد المحدد، الإسراع في تشكيل المؤسسات الدستورية والسياسية، ميثاق سياسي يجمع كل القوى السياسية فيه. ما هو دور المؤسسة العسكرية في 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 هذه الفترة، الفترة الانتقالية، من وجهة نظركم؟ في الفترة العسكرية دي، في الفترة السياسية نحن ما دار ما نحن ما أعداء للمؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية دي هي الضمان، هي الضمان للانتقال. نحن ما مع الاتجاه الداعي لتفكيك الجيش. الجيش السودان ده الضمان الوحيدة للانتقال في ظل التدخل الإقليمي. الجيش السوداني المتماسك، الأجهزة الأمنية المتماسكة، لكن مع دور محدد في الوثيقة الدستورية للجيش وللمنظومة الأمنية لغاية قيام الانتخابات. القصة دي شراكة، شراكة بين الأحزاب السياسية والمؤسسة العسكرية، لكن بدون تغول، بدون تغول، بدون إساءة لطرف طرف آخر. لكن هناك من يقول بأن المطلوب هو حكم مدني، هكذا ترفع الشعارات في الشارع. كيف أنتم حتى تسمحوا لدور المؤسسة العسكرية في هذه الفترة؟ يعني يا مولانا، الشعار مدنية المطروحة في الشارع بدون برنامج. نحن مع الدولة الديمقراطية. الدولة الديمقراطية معناها حكم الشعب. الفترة الانتقالية، طيلة الفترات الانتقالية الماضية كانت في انحياز للقوات المسلحة تجاه التغيير، تجاه الثورة. ما بننكر دور القوات المسلحة، نحن ما ضد شيطنة القوات المسلحة، وطبعا ضد تحكم القوات المسلحة في الفترة الانتقالية. القوات المسلحة عندها دور، لكن من ابتداء الخطأ في الوثيقة الدستورية. الوثيقة الدستورية ما عملت اختصاصات واضحة للمدنيين ولا للعساكر، عملت صراع سياسي أودى بحيثيات. يعني المدنيين كانوا قدموا الحيثيات لقرار 25 أكتوبر بالفشل السياسي. ولذلك احنا دارين شكل دستوري يحفظ التوازنات حتى بلوغ الانتخابات. وضحت الصورة. دكتور كمال عمر، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، شكرا لك على هذه المداخلة. دكتور، نحن نحاول أن نستجلي يعني آراء جديد. الأمس كان معنا تجمع المهنيين، وسنحاول أن نستضيف جملة من الآراء لكي نقرأ يعني رؤية المستقبل، نواصل في يعني ملاحظاتكم على ما حدث يوم الأمس، وأيضا ما ما ما, ما قاله دكتور نعم كمال. ذكرت أنا موضوع وجود على الأقل حالة من الغضب الشعبي تجاه الوضع بشكل عام. نعم. دلالة ذلك وجود حتى هذه اللحظة مجموعات تخرج بين فترة وأخرى، وبالتالي على الأقل بغض النظر عن الأوزان هنالك كتلة معتبرة لا زالت رافضة لهذا الوضع. لكن يبقى السؤال أيضا ما رأيناه أيضا في الميادين، هنالك رفض أيضا لقحط. وأنت هنا الآن أمام ما ذكره الآن الأخ الأمين السياسي اللي هو كمال عمر فيما يتعلق بقيادة الحراك.
يعني الشعوب غالبا لا تلتف حول المجاهيل كما يقال. يعني انت لابد ان تبرز شيء، ابرز برنامج سياسي، ابرز قياده سياسيه، ابرز نوع من الشخصيات اللي ممكن تعبر عن الوضع. هذه نقطه ثانيه. ما لاحظناه هنالك على كل رفض لما كان، ولكن ليس هنالك شيء جديد، يعني ابراز على الاقل مجموعات. وهذه على كل تنقص، انا اقول الشباب تنقصهم هذه الخبره السياسيه فيما يتعلق باهميه هذه القضايا. هذا دور القوى السياسيه، يفترض هي من يقوم اصلا بهذا الوضع. القوى السياسيه منقسمه حتى ليس هنالك قدره على التواصل، بحيث والله يمكن ان وهذا ما يمكن ان نسميه حقيقه انسداد. الانسداد السياسي ان والله القوى السياسيه تكون غير قادره على يعني صناعه مسودة سياسية تستطيع أن تبلورها وتقدمها للشارع السياسي السوداني، وبالتالي تكون حاكمة لهذه المرحلة. إذا أنت أمام مشكلة أيضا فيما يتعلق بالمكونات السياسية، ويبدو والله أعلم يعني بعض الناس لا زالوا أسرى الفترة بتاعت ما قبل 3 سنوات، وهنالك الكثير من المتغيرات حصلت في هذه الفترة، بحيث من كان يظن نفسه بأنه يمثل الحراك السياسي، يمثل الثورة السودانية، الآن اليوم هو مرفوض من قبل الشارع السوداني نفسه، مرفوض من قبل المكونات الثورية وليس القوى السياسية الأخرى. إذا هذه أيضا واحدة من الإشكالات. النقطة الثالثة الرابعة، وهذه أيضا مهمة جدا، يبدو ما الرهان على أن والله الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل حمدوك قد تكون مقبولة وتمتص حركة الشارع. واضح جدا حمدوك في تقديري الآن لم يعد ذاك الرجل الذي كان ترفع له التحايا والعبارات بتاع شكرا حمدوك. حمدوك الآن في تقديري واضح جدا أنه لم يعد ذاك الرجل الذي يمكن أن يهدئ الشارع أو يمكن أن يفتح على كل أفق سياسي. الإشكال الكبير أنا في تقديري الآن، وثيقة سياسية كانت مشكلة من حاضنة سياسية ومجموعة سياسية بغض النظر عن أو وزنها وعن تعبيرها الحقيقي للثورة، وما بين مكون عسكري. المكون العسكري بطبيعته أصلا لا يملك فعلا رؤية حقيقية لما يتعلق بالتناقضات السياسية ورسم مسار سياسي، لأن هذه مهمة القوى السياسية. الإشكال القوى السياسية أيضا لا تملك الآن، وخاصة رئيس الوزراء إذا اعتبرناه هو الآن من يمثل الحالة الرأس للجهاز التشريعي، واضح جدا أنه حتى هذه اللحظة لم يستطع أن يشكل حكومته، دعك من أن يكون هنالك قدرة على وجود إيجاد حاضنة سياسية أو محاولة تقديم مبادرات سياسية. فكل ذلك على كل يعتبر من الملاحظات الكبيرة فيما يتعلق بالأزمة الراهنة في السودان. نعم، دعنا نشك معنا أيضا لمناقشة هذا الأمر أيضا الأستاذ هشام الشواني. مرحبا بك أستاذ هشام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك بالسادة المجاهدين. نعم، أهلا بك. يعني أستاذ هشام، يعني كيف تقرؤون ما حصل يوم أمس 19 من ديسمبر؟ ما هو مستقبل البلاد يعني عقب مرور 19 من ديسمبر دون إحداث تغيير حقيقي في هيكل السلطة؟ بالأمس هو يوم من الأيام المعلنة من قبل، يعني شهر ديسمبر، ولن يأتي هذا اليوم بجديد، بل أوضح وأكد ما قلناه من قبل، يعني حول أن غياب البرنامج السياسي وغياب الموقف السياسي الواضح ما حيودي البلد لقدام. بالأمس الحشود والجموع من الشباب السوداني، وهي جزء من الشعب السوداني، لا كل الشعب ولا حتى كل الشباب، خرجوا ووصلوا القصر، لكن في سؤال بيطرح نفسه وطرح نفسه بوضوح عليه، يعني واحدة من إيجابيات يوم أمس أن غالب الشباب الذين كانوا بالأمس تساءلوا أين القيادة، ما هي القيادة، ما هو البرنامج، لماذا خرجنا من الأساس، ما الذي نريده من الاعتصام في القصر. وشهد كذلك يوم أمس كثير من المظاهر السالمة حول غياب الحوار بين الناس، يعني كل السودانيين غير مسؤولين عن غياب الحوار فيما بينهم، يعني شهدنا حدث مؤسسة حول رفض لبعض القيادات من قوى الحرية والتغيير وتعنيفها ومواجهتها بالضرب، كمثال ما حدث لإبراهيم الشيخ، وكان من الممكن أن يحدث لأي واحد من القيادات اللي كانت في قوى الحرية والتغيير لو تجرأت وصعدت لتخاطب الناس من على منصة ما في المحفل اللي كان بالأمس. فما حدث بالأمس هو دليل على غياب التنظيم السياسي، على ضرورة خلق البرنامج، على ضرورة التكتل في تنظيمات ذات طبيعة سياسية ولها قيادة ولها برنامج، وتشي القوالب والتشكلات التنظيمية الحالية المعروفة بالإدارة المقاومة ما بتستوفي الشرط، لأنها تنظيمات ذات طبيعة أفقية، ما مبنية على موقف، ما مبنية على 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 فكرة، ما مبنية على إيديولوجيا، مبنية فقط على الانتهاء
الانتماء للحي، وفي الانتماء للحي شريحة بسيطة لشباب من عمر 15-17 يعني بالكاد حتى عمر 30 سنة، وهم اللي بينخرطوا في مشرب احتجاجي وهتافي وخروج للشارع وحمل الأعلام والأهازيج والأغاني. السياسة ما ممكن تتحول فقط للفعل ده، وده يستدعي من كل الفاعلين في البلد نوع جديد من التنشئة السياسية. وهنا أنا لو سمحت لي الفرصة أؤكد على ضرورة العودة للجامعات، يعني في اللحظة اللي تفتح فيها الجامعات السودانية لابد أن تعود السياسة للجامعات بالشكل القديم المعهود اللي هو نوع من الانتماءات الشباب، وتوظيف هذه الطاقات خاص بنوايا جيدة. يعني إحنا كل الناس يعني ممكن نقول إنه نواياهم صادقة، يحلمون بالسودان وبوطن وبعزة، وبطريقة ما هم خاضعين لمؤثرات ثقافية عالمية قد تحرمهم أو قد ما يكونوا منتبهين لها، لكن بل ممكن الجامعات تشد الفراغ، بل مهم إنه المثقف الوطني يؤدي دوره ويؤدي أمانته قدام الشباب دير ويشهد على التاريخ ده. نعم. طيب يعني أستاذ هشام، يمكن الآن زول شاهدنا يعني يقول لك يا أخي أنتم كنتم قبل 3 سنوات تخرجون ضد نظام البشير، نظام البشير نفسه كان بيتحدث عن أنه ديل يعني شباب صغار ما عندهم وعي، ما مدركين اللحظة، بيخربوا البلد، بيطلعوا بحالة هتاف. يعني يقول لك ألا تكرر نفس هذه الألفاظ التي ربما كانت تقال عنكم أنتم في فترة سابقة؟ نعم، الحجة دي فيها شيء كثير من الوجاهة. في نقطتين أنا فقط بقولهم هنا. النقطة الأولى، أول حاجة من ناحية سياسية، الشيء اللي صدق نظام البشير هو عجز النظام الداخلي عن عملية الإصلاح. يعني كان ممكن البلد من 2014 من الحوار الوطني، وكثيرين من القوى، كثير من القوى السياسية كانت جزء من العملية دي، كانت جزء حتى من عملية السلام في الخارج لما ورث وقتها في موضوع سامبو أمريكي وغيره. عجز النظام عن الإصلاح الداخلي وصل البلد لحظة 11 ديسمبر في العام 2018، لأنه اجتمعت إرادة خارجية وإرادة داخلية وظروف في الواقع أفرزت ديسمبر. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا بفتكر إنه نحن تجربتنا دي المفروض فعلا تؤخذ في الاعتبار، نحن شهود عليها، وبالتالي أنا لنا من الأمانة ومن الواجب أقول ما وصلت له بالتجربة، لأنه أنا ما بتكلم عن لحظة ديسمبر فقط، أنا بتكلم عن إنه نحن جيل ما بعد الربيع العربي. نحن في الحديدة دخلنا وانخرطنا في نشاط مقاوم ومعارض يدعو للثورة من 2010 لغاية ديسمبر 2018. كل اللحظة دي هي لحظة ثقافية واحدة، لحظة سياسية واحدة، خرجنا خارج الشارع بطريقة ملونة، ممكن تسميها ملونة بمعنى ايه؟ بمعنى انه نخط الخلافات الجانبية او خلافات من خطة على جانب ونطلع الشارع ونحلم بأحلام وردية ورومانسية للتغيير، والكلام ده ما سبيل. الكلام ده بينتهي لضعف الدولة الوطنية، بينتهي لتحديد بنيات أساسية وجوهرية في الدولة الوطنية، تحديدا بقصد البنية الأمنية وبقصد البنية حقة الخدمة العامة. نعم. وعارضة متأثر ثقافيا بالعولمة وبجهات خارجية. المفروض الليلة من الشباب ده إنه نحن شهود على التجربة دي، ونحن شهود على التحول ده، وبالتالي من باب الأمانة نقول الكلام ده. أنا بقبل تماما أي زول يشوف موقفي قبل 3 سنوات بطريقة معينة، لكن مطلوب مني يسمع ما وصلت له والليلة أنا وما وصل له وكثير من الناس شهدوا التجربة وشاركوا فيها. نعم. طيب يعني ما هي رؤيتكم للخروج من هذه الأزمة؟ يعني بالأمس كنا مثلا مستضيفين يعني ناطق باسم التجمع المهنيين بيقول لابد أن يتنحى البرهان، يتنحى المجلس العسكري ويسلم السلطة للشعب لإدارة فترة انتقالية. أنتم كيف ترون الخروج من هذا، من حالة الانسداد هذه واستمرار التظاهر والدعوات لمليونيات ثم مليونيات ثم مليونيات هكذا؟ كلام الأخ من تجمع المهنيين كلام متاحي ما في برنامج. انا بفتكر في مشكله بتاع الشرعيه السياسيه. يجب ان هل انت بس نحن سالناه انت عملت انتخابات وهل انت فعلا منتخب؟ هل انت بتشبه مثلا الاتحاد الشغل الدولي؟ بتلقاه هو عباره عن شلليات وناس بتحدثوا باسم المهنيين، وخلال 3 سنوات فشلوا حتى في صياغه قانون للنقابات والاتحادات المهنيه. في مشكله حقيقيه بتاع تمثيل سياسي وشرعيه سياسيه في البلد. لو الناس كلها فكرت واهتمت بالبحث عن الشرعية السياسية طوال تلقى الإجابة بوضوح إنه لا بد من إنه يحصل توافق سياسي ينتهي بانتخابات. هذا الأمر واضح جدا، ده أنسب حل وأكثر حل عقلاني وموضوعي بيحفظ البلد وبيلم أطرافه وبيضمن إدارة الصراع بشكل سليم. تتفق على قوانين الانتخابات بشكل
موضوع انتخابات ومناسبة. أنا ما أعرف ليه أقول حرية التغيير والأحزاب الليبرالية في البلد متخوفة من الانتخابات. حقيقة في تحولات ثقافية اجتماعية بتفرض أنه ممكن ربما يعني ينالوا شيء من السلطة ينالوا شيء من مقاعد البرلمان بالانتخاب، زي ما في كتل محافظة وكتل إسلامية وكتل وطنية غيره حتنال كذلك شيء من السلطة، لكن هم حيكون ديفينيتلي ضد الدوره، حيكون عندهم وجود، فما في تخوف. اللي هم متخوفين انا ما عارف. رؤيتكم للخروج من هذه الازمه ببساطه؟ نعم، رؤيتكم للخروج. ايوه، رؤيتنا تدور على ببساطه شديده الحكومه الانتقاليه الحاليه، حكومه تسيير اعمال تستمر في اداء عملها، وده كلام احنا ذكرناه في المبادره الوطنيه الانتقاله في هذه في 10 نقاط، حكومه فقط تسيير الاعمال، توافق سياسي حول قوانين الانتخابات، انتخابات تقوم في فتره ما تتجاوز العام او العام ونصف بالكثير، تقوم انتخابات تقول فيها السلطه لحكومه منتخبه. نعم. هشام الشواني، عضو المبادره الوطنيه للانتقال السياسي، شكرا لك على هذه المداخلة. يعني دكتور، رؤية أيضا واضحة، ما في فرق كبير يعني ما بين كمال عمر الذي يرى بأنه الانطلاق يكون من إصلاح الوثيقة الدستورية ووضع دستور يكون سليم نؤسس عليه الفترة القصيرة للانتخابات، شان شمالي ربما بخطوة الوضع الحالي يستمر على ما هو عليه وفقط نحدد موعد الانتخابات والناس تمشي للانتخابات. هو على كل لا بد من مخيال سياسي يستطيع أن يبدع، وهنا البدعة تكون محمودة في تقديري، يبدأ في اتجاه إيجاد حلول للمخارج. يعني قضية اللاءات هذه التي لا نهاية لها، بينما وأنت تتحرك، أنا متصور أنه أي شاب متحرك وهو في الشارع يتصور لابد أن يتدخل عسكري، هذا المتوقع. هم في النهاية الناس وصلت القصر وكانت تتوقع أن البرهان مشى وفي حيطلع بيان ثاني. يعني البرهان بطبيعة الحال واحد من اثنين، إما أن يقفز واحد على المؤسسة العسكرية، وإما أن البرهان نفسه سيقول يا أخواننا أنا رضيت بتسليم السلطة للمدنيين، قدموا مرشحكم. منو مرشحكم؟ وهنا ستأتي الأزمة الحقيقية. يعني أنا أتصور أنه القضايا التي لم يلتفت إليها بعد، وهو لو أن القوات المسلحة اجتمع مجلسها العسكري أو هيئة الأركان وقالت والله اتخذت القيادة العسكرية قرارا بأن نسحب أنفسنا من إدارة أي شيء يتعلق بالمرحلة الانتقالية، وعلى القوى السياسية خلال 24 ساعة أن ترتب وضعها لاستلام السلطة. يعني إذا كان نفس القيادات اللي كانت في خلال المرحلة الماضية والتف حولها الشباب، بالأمس رأينا كيف تم التعامل أمام قوة سياسية هائلة جدا، حمدوك لا يريد الجلوس معه ولا الاستماع إليه. فتبقى القضية كأنما أنا في تقدير لو أرادت الآن القوات المسلحة أن تفجر الوضع كما يقال، ترمي بكرة لها في وسط الجماهير وتترك الوضع، الناس تطحن بعض إلى أن تأتي بعد ذلك ليقال والله يا أخي لابد المرحلة الانتقالية أن يكون لكم فيها شأن. فهذه القضايا على كل ما لم يتم في تقدير الكلام الذي ذكره الأخ كمال عمر فيما يتعلق بأنه والله يتم تحديد صلاحيات بصورة واضحة، أنت أمام دولة هشة، الدولة السودانية بطبيعتها دولة هشة، أظهرت خلال الفترة الماضية هنالك الكثير من التناقضات السياسية والتناقضات الجهوية والتناقضات القبلية، أنت عندك أزمة في أكثر من إقليم، عندك مشكلات في أكثر من إقليم، في ظل هذا الوضع الحديث في تقديري بعقلية الخرطوم فقط وبعقلية إن والله يعني كأنما الدولة السودانية هي فقط الخرطوم وتريد أن تتعامل معها بهذا المنطق، أنا في تقديري هذا سيشكل الكثير من الأزمات والمشكلات التي لا حدود لها. وبالتالي لابد في تقديري من أن يكون لك تداعي من القوى السياسية وتواضع كذلك من القوى السياسية لبعضها البعض. يمكن ليس هنالك عيب، يمكن بصورة واضحة مثلا أن يكون هنالك قانون لما يسمى بالعزل السياسي، أنت إذا كنت متخوف والله الانتخابات القادمة هنالك قوة تخشى منها، حدد من هي هذه القوة وأصدر لها القانون بتاعت العزل السياسي، ما في إشكال. النقطة الثانية، ما يهم القوى السياسية الديمقراطية الحقيقية هي سلامة قوانين الانتخاب وسلامة العملية الانتخابية وشفافيتها. هذا ما يريد أصلا عملية تحول مدني حقيقي في الفترة القادمة. لكن صراحة يعني من الصعب جدا أن الواحد يتخيل شخص مدني ويرفض الانتخابات. حالة غريبة على كل كبيرة. يعني دعنا نستمع إلى رأي آخر. يعني معنا دكتور التجاني سيسي، رئيس تحالف نهضة السودان، مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور التجاني، يعني البعض كان أيضا يعني يعول على حراك أمس، يعني بعض الأحزاب السياسية التي راهنت على حراك الشارع وكانت يعني تروج في الأسافير بأن هذا الحراك سيقود إلى نتيجة ما.
انقضى يوم 19 من ديسمبر لتعلن مواقيت جديدة لمظاهرات جديدة. يعني هناك كثير يقول بأن الوضع فيه انسداد سياسي، برأيكم ما هو المخرج من حالة الانسداد؟ كيف تقيمون ما جرى يوم أمس أصلا؟ شكرا جزيلا. حقيقة ما جرى يوم أمس يعني هو يعني استمرار لمظاهرات سابقة شهدتها مدينة الخرطوم، ونعتقد أن حراك أمس كان إعدادا تم إعداده بصورة كبيرة، ولكن مع الأسف ذلك الحراك لم يحمل بطياته أي هدف سياسي، بل كانت الإتفاقات لإسقاط العسكر. والغريب في الأمر أن يعني في نهاية الأمر يعني هذه الإتفاقات أيضا الجموع التي خرجت يعني صبت جام غضبها على مكونات الحرية والتغيير، وكان ذلك واضحا. نحن نعتقد ونكرر دائما أن هنالك انسداد حقوق، أن البلاد في مفترق طرق، أن هنالك استقطابات سياسية خطيرة جدا، والأكثر من ذلك أن هنالك جهات أجنبية تستخدم هذه الاستقطابات السياسية، ويعني رويدا رويدا بدأ التدخل في شأننا السياسي. وبالتالي نعتقد أن المخرج الوحيد هو أن تتفاهم القوى السياسية بإجماعها حول وفاق سوداني وبرنامج للفترة الانتقالية بأهداف محددة تقودنا إلى انتخابات. وأنا أعتقد أنه هذا الأمر يعني ورد في الإعلان السياسي الذي تم توقيعه بين الفريق والبرهان وكذلك الرئيس الأمير عبد الله حمدوك. كلمة الوفاق هي الكلمة المفتاحية الآن لكل ما تشهده هذه الساحة السياسية من السودانية من أزمات ومن استقطابات ومن استقطاب المضاد. نعتقد أن هذا الاستقطاب المضاد وأن استمرار هذه التظاهرات يعني سيؤدي إلى هشاشة الوضع في السودان. بل أكثر من ذلك نحن نعتقد أن يعني يبدو أن المجتمع الإقليمي والدولي بدأ يعني يعتقد أن الشارع الذي يخرج هو الشارع الذي يمثل السودانيين، ولكن هناك أيضا مجموعات أخرى ظلت صامتة وظلت تتعامل بضبط نفسي شديد جدا، وتعتقد أنه من الأسهم أن يبدأ حوار. ولكن إذا استمر الأمر كذلك سيشهد السودان أيضا وستشهد هذه الشوارع يعني مظاهرات أخرى ليس بالضرورة هي متوافقة مع 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 المظاهرات التي طلعت بالأمس والجداول التي تم إعلانها. نعم، يعني تتحدث عن مظاهرات ربما تخرج، هل ستكون ربما داعين لمظاهرات أو تحريك للشارع آخر غير الشارع الذي يخرج حاليا؟ طبعا يا أخي نحن ظلمنا ننادي بأن الوثيقة الدستورية هي وثيقة مهيبة وأنها يعني أدت إلى إخفاء مكونات مجتمعية وقوى سياسية موجودة على الساحة، وحذرناهم من قبل أن هذا الأمر سيؤدي إلى إخفاق. ونحن لنا أكثر من عامين بدأنا ننادي بضرورة أن يكون هنالك وفاق بين كل القوى السياسية حول يعني كيفية يعني إنفاذ الفترة الانتقالية وكيفية التوافق على برنامج هذه الفترة الانتقالية، ولكن ذلك لم يكن. فإذا استمر الوضع كذلك الآن ما نشهده أن هنالك اتجاهات يعني أن اتجاهات الإقصاء ستستمر، قطعاً نحن سنكون مناصرين للخروج ايضا الى الشارع لنثبت ان هنالك راي اراء اخرى يعني واعتقد ان هنالك ضروره لان يكون هنالك توازن في شارع السودان حتى يعني يتمكن السودانيين جميعهم بمختلف انتماءاتهم السياسيه والمجتمعيه والاهليه والدينيه. للاسف يبدو اننا فقدنا الاتصال مع دكتور التجاني السيسي، كنا ننتظر نسأله سؤال أخير لكن سنحاول الرجوع إليه إن سمح الوقت. دكتور، يعني التجاني السيسي أيضا يتحدث عن ضرورة الذهاب للانتخابات البلد في حالة أزمة، هناك يعني مخاوف من أن يكون هناك توجه نحو تحريك شارع آخر وبالتالي ربما خلط الأوراق في الساحة السودانية. على كل لاحظ الآن أنا يمكن لفت نظري أنت أمام مشهد تشكل على كل سنوات طويلة جدا من النضال والمقاومة والاعتراض على سياسات البشير، ودخلت الناس وفق منظور على كل معين، وكان منهم التجاني السيسي مثلا. هذه القوة، قوة في إهدار فور، قوة في شرق السودان،
كلها تقريبا تم التعامل معها لأن هذه هي نظام الإنقاذ، وبالتالي أنت حشدت كتل كبيرة جدا وكتل واسعة، اعتبرتها كل هذه ضمن المنظومة إيه؟ المنظومة السابقة، وتعاطيت معها على هذا الأساس. أنا في تقدير الآن بعد مرور 3 سنوات وظهور أن القوى السياسية التي مارست هذا النوع من الإقصاء أنها لم تكن فعلا قوة حق يعني معبر حقيقة عن الثورة السودانية، ولا عندها القدرة أيضا الكافية على أن والله تستطيع أن تمثل هذا الفسيفساء السوداني بتعدديته وتنوعه، يبقى فعلا الكلمة المفتاحية كما قيل هي موضوع كيف يمكن أن نحدث توافقا سياسيا للانتقال. دكتور تيجاني السيسي عاد إلينا. دكتور تيجاني مرحبا بك من جديد. يعني كنت تتحدث عن احتمالية النزول للشارع والتوافق، رؤيتكم هذه رؤية التوافق، رؤية الدعوة لانتخابات. حمدوك كان قد تحدث بأنه يسعى لجبهة وطنية عريضة تحمي الانتقال الديمقراطي وأن المبادرات فشلت بهذا الاتجاه. هل تواصل معكم حمدوك؟ هل جلستم إليه؟ شرحتم له رؤيتكم؟ لا، نعم تواصلنا معه منذ عدة شهور، يعني قبل 25 من أكتوبر الماضي، وطرحنا له وجهة نظرنا التي تدعو إلى يعني التوافق بين القوى السياسية والمدنية وكذلك الإدارة الأهلية والطرق الصوفية حول برنامج الفترة الانتقالية. نعم، في ذلك الاجتماع عندما قدمنا له تنويرا عن مبادرة برنامج قوى النداء الوطني وافق عليها، ولكن خرج إلينا في اليوم التالي بمبادرة تدعو إلى يعني جمع الصف الفرقاء في الحرية والتغيير. ذلك شيء لا يعنينا. نحن نعتقد أن أس المشكلة الآن هي أن مجموعة يعني سياسية قد تسيدت المشهد السياسي وتسيدت الجهاز التنفيذي وأصبحت تعمل من لمصالح الحزبية ولمصالح الأشخاص يعني، وتناست مصالح الشعب السوداني. نعتقد أنه يعني لهذه الفترة الانتقالية، إذا أردنا للفترة الانتقالية أن تعبر، علينا أن نتوافق جميعا، يعني كل القوى السياسية، الحرية والتغيير والقوى السياسية الأخرى والحركات المسلحة والمجتمع المدني والطرق الصوفية والإدارة الأهلية، علينا أن نتوافق حول برنامج محدد للفترة الانتقالية. الفترات الانتقالية لها مهام محددة، يعني ما كان يحدث في خلال الأعوام القليلة الماضية منذ قيام الحكومة الانتقالية، أن الحكومة الانتقالية كانت تقوم يعني قضايا لا علاقة لها بمهام الانتقال، وبالتالي رأينا ذلك التخبط، سواء كان ذلك في الاقتصاد أو التخبط في العلاقات الخارجية أو التخبط في أو التدني الحصل الذي حدث في يعني الأمن الداخلي، وكذلك ما شهدناه من توترات خارجية بيننا وبين بعض الدول يعني. وبالتالي نحن نعتقد أنه هنالك ضرورة أن تكون هنالك حكومة مهامها محددة للفترة الانتقالية. مهام الفترة الانتقالية هي مهام معروفة، الفترة الانتقالية هي من أهم مهامها أن تهيئ الساحة السياسية للانتخابات، وبالتالي وهنالك بعض الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ. يعني إلى الآن الحكومة لم تتحدث عن قانون الانتخابات، لم تتحدث عن مفوضية الانتخابات، لم تتحدث عن الإحصاء، لم تتحدث عن هنالك قضايا كثيرة. فنحن نعتقد أنه ذلك كان هو العيب. القوى السياسية التي تسيدت المشهد وكانت تود أن تحكم لفترات، أن تمد الفترة الانتقالية لعشر أو 15 عام، وهذا أمر لا يمكن أن يحدث في السودان ولن يقبله السودانيين. دكتور تيجاني السيسي رئيس تحالف النهضة السودان، شكرا لك على هذه المداخلة. يعني نجد طيفا واسعا من السياسيين يتحدثون دائما عن الانتخابات، بمقابلهم يعني إذا كان تجمع المهنيين أو حتى الحزب الشيوعي يتحدث أنه لا يمكن أن تجرى الانتخابات، لابد من إزالة كل الواقع الآن وبناء واقع جديد وفترة انتقالية تمتد لسنوات ثم بعد ذلك تأتي الانتخابات. لماذا هذه الحدة في الطرح الأطراف يعني؟ والله يا أخي بتقديري أنت أمام مشهد أيديولوجي متناقض، أيديولوجيات متعارضة متناقضة، لست أمام أحزاب برامجية، وهنا تكمن الأزمة. إذا تعاملت أنت مع تعاملت في الدولة بمنطق أيديولوجي بحت ولم تراعي كل الحالة التي يمكن أن تعبر عن مكونات المجتمع، هنا تقع في إشكال حقيقي، وهو لن ترضى بأقل من تفكيك الدولة. هذه الإشكالية، يعني لن ترضى بأقل من تفكيك الدولة، وبالتالي شعار تفكيك الدولة في تقدير لدى بعض القوى السياسية وارد،
إذا لم يتم الانتباه إليه لدى بعض القوى السياسية وارد، بل لدى بعض القوى الإقليمية أيضا قد يكون مفضل. يعني هو محمد جلال هاشم يعني معروف أنه التصريح نعم. أنه يفرتق السودان طوبة طوبة إذا ما كان فرضت نعم. رؤاه يعني. نعم، لكن أبعد من ذلك المسألة، أبعد من الأفراد. هنالك تنظيمات سياسية بنيت فكرتها الأيديولوجية قائمة أصلا على أن والله هذه الدولة ينظر إليها بمنطق معين ويجب أن يتغير هذا المنطق. بل أبعد من ذلك، لو أنهم لم يثقوا بأن هذا المجتمع نفسه الذي ناضلوا فيه سنوات طويلة لا يأتي بهم، فهم يطيلوا الفترة الانتقالية حتى يأتوا بمجتمع إذا مصنع يتم تصنيعه ويتم إعادة هندسته من جديد، حتى أو يتم وضع القوانين التي تأتي على كل بهذه الأقليات إلى سدة الحكم. لأنه أصلا الأحزاب اليسارية تحديدا من خلال تاريخ المنطقة العربية لا نعرف حزبا يساريا ديمقراطيا، هذه نادرة جدا. فأنت أمام على كل مشهد معقد بهذا الشكل. لكن أنا دعني أقول في إشكالية هذه إشكالية الطرف المدني، إشكالية الطرف المدني الذي تحكم خلال الفترة الماضية، أنه إما أن يعيد إعادة هيكلة الدولة وإعادة هندسة المجتمع ثم الذهاب إلى انتخابات، وأمام في الطرف الآخر قوات مسلحة حقيقة الواحد يتساءل ما الذي تريده. يعني فعلا هل القوات المسلحة تريد الانتقال بالسودان إلى حالة ديمقراطية، أم تريد أيضا إيجاد مشهد يجعل السودان يتحول إلى أن يعشق الحالة العسكرية؟ أكيد برهان قال لك لا تراجع عن قرارات 25 أكتوبر، وقرارته كان فيها الانتخابات واستكمال هياكل السلطة العدلية. شوف يعني أنا في تقديري البرهان لو كان فعلا جادا في الانتقال لذهب بشكل مباشر إلى حاضنة سياسية تستوعب كل الأطراف، وهو من يتبنى هذا التوافق ويسعى إليه، لأنه أنت خلاص أوجدت أصلا وضع جديد. أحيل موضوع الحكومة إلى حمدوك، افعل في فليفعل فيها ما يشاء، كما أنت تقول أن والله أنت متضامن مع أو منسجم معه في كل القرارات، لكن فيما يتعلق بموضوع الانتقال وموضوع سيادي يجب أن تكون هناك خطوات جادة من القوات المسلحة ومن برهان تحديدا في أن والله كيف يكون الوصول إلى موضوع الانتخابات. موضوع الإحصاء لا بد منه، المؤتمر الدستوري لا بد منه، المصالحات الإقليمية لا بد. يعني أنت أمام جملة من القضايا أنا أتصور لا يمكن أن يقوم بها الآن حمدوك في ظل على الأقل سحب الحاضنة السياسية منه. نعم. طيب يعني المشهد هذا أحيانا تتحدث البعض أنه فيه محرك وهو الحزب الشيوعي، يقول بأن لمسات التنظيم التظاهرات تكرار خروج الناس، بما أنه لا يريد أن يصل الانتخابات يحتاج إلى استمرار يعني تحريك الشارع. لكن بالمقابل يعني يرد عليهم بعض يقول دائما ما يتهم الحزب الشيوعي بأنه حزب محدود التأثير ليس له قبول جماهيري، كيف تقولون بأنه هو الذي يحرك هذه الجماهير؟ هل تتفقون مع هذه القراءات وأين تقف من هذه القراءات؟ أول طبعا صعب أنه نعتبر كل ما يجري الآن وراء الحزب الشيوعي، لكن الحزب الشيوعي قد يكون حاضر في المشهد بوزنه على كلنا السياسي ووزنه التنظيمي، ولكن في 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 إطار هذا النوع من التحركات دائما إذا كانت هنالك قوة شبابية وقوة مجتمعية غاضبة وساخطة، فإن من له القدرة على التنظيم وله القدرة على البرمجة وله القدرة على صناعة الشعارات وله القدرة كذلك على توجيه المسارات هو من يستطيع على كل أن يوجه المآلات التي يمكن أن تصل إليها هذا النوع من كما يقال يعني الحالة المنظمة دائما تغلب الحالة غير المنظمة، والحالة المرشدة تغلب الحالة غير المرشدة. فهذا اللي أنا في تقدير الموجود الآن. للأسف الشديد القوى السياسية الأخرى سواء بمنطق العقلانية، بمنطق الحرص على التوافق، بمنطق أنه والله الرهان على الحكومة وننتظر ردودها، ليس يعني الصورة الآن على كل أخذها الحزب الشيوعي بأنه والله هو الذي الآن يحرك الحال. لكن أنا في تقدير الحالة أكبر من الحزب الشيوعي، ولا أتصور أن الحزب الشيوعي وحده من يمكن أن يحرك هذه. يعني ربما يكون هناك البعض يعني يرى بأن الحزب الشيوعي له دور أكبر مما يعني تقول. نعم. ومع يعني من ضمنهم يعني الأستاذ أسامة عبد الماجد الصحفي والمحلل السياسي، مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا عليكم السلام، مرحبا بضيوفك الكرام. أهلا بك أستاذ أسامة. يعني كتبتم مقالا وضحتم فيه ملاحظات يعني عن 19 ديسمبر وغيرها من المظاهرات، وربما جرحتم فيها إلى قضية لمسات أو مظاهر الحزب الشيوعي في التنظيم أو حتى القادة. وضعت المشاهدين في ملاحظاتكم أو اعتراضاتكم أو المشاهد التي يعني استقرأتم منها هذا الوضع.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية منذ حدوث التغيير في أبريل 2019 لاحظت أن الحزب الشيوعي هو يحاول أن يكون حاضرا ضمن حرية التغيير، في ذات الوقت يحاول أن يحجز مقعده في المعارضة. هي طبعا بكل الأحوال واحدة من فرائغ الحزب الشيوعي بالتعاون مع المشهد السياسي أن يحاول أن يتنصل من أي مسؤولية أو أي يعني أي التزام مباشر تجاهه. بالتالي هو حاول أن يظهر للناس بأنه ليس عضوا أصيلا في الحرية والتغيير، وأنه اختار أن يكون معارضا للمؤسسة العسكرية الشريك في الحكم مع الكيان المدني. ولذلك كان الحزب الشيوعي يعني طيلة الفترة الماضية يوجه انتقادات للمؤسسة العسكرية باعتبار هو ليس شريكا في الوثيقة الدستورية التي تمت، ثم واصل حتى تم يعني واصل نهج المعارضة حتى يكون هو صاحب الحضور في الشارع، لأنه معلوم أن الحزب الشيوعي إذا ظهر بشكل مباشر لن يكون لديه قبول في المشهد السياسي، فهو لا يملك حضور في الشارع بشكل صريح، لا يستطيع، ليس بمقدور أن يخوض الانتخابات المقبلة بوجه الصارخ المعلومة للشعب السوداني. بالتالي كان الخيار الأوفر للحزب الشيوعي الذي اتبعه في الفترة الماضية أن يحاول أن يتسلل إلى لجان المعارضة. أنا من خلال متابعة وقراءات المشهد السياسي أن عدد مقدر، عدد كبير من لجان المقاومة هي واجهات الحزب الشيوعي، أو أن الحزب الشيوعي هو قام باختراق بعض لجان المقاومة التي كانت لديها تأثير في الشارع. بالتالي هو الحزب الشيوعي اختار أن يسيطر على الشارع أو من خلال لجان المقاومة. بالتالي لو تلاحظون في الفترة الماضية كانت هناك بعض الاحتجاجات التي تخرج تحت مسميات مختلفة، مرة مباركة اتفاق حمدوك الحلو، مرة محاولات استكمال مطلوبات الثورة، مرات في مرات أخرى. الآن في الفترة الأخيرة كان كل جهات الحزب في إطار صوب جام غضبه تجاه المؤسسة العسكرية رافضا الاتفاق الذي تم في 21 نوفمبر الماضي، اتفاق القرآن حمدوك. في كل الأحوال الحزب الشيوعي الآن يسيطر بشكل كبير على، إذا جاز التعبير، يسيطر على المعارضة من خلال وجوده وسط لجان المقاومة. ملاحظة ثانية أن التجمع المهنيين الذي هو كان يحرك الشارع في الفترات الماضية أو على الأقل في العام 2019، الآن من المفارغات أن الشارع يتحرك وسط ما يسمى بلجان تنسيقيات لجان المقاومة. فهو اتجاه جديد، هو واضح جدا أن الحزب الشيوعي تجاوز التجمع المهنيين الذي كان يحرك الشارع. الآن تحريك الشارع يتم بواسطة تنسيقيات لجان المقاومة، وقت هي بعض هذه التنسيقيات، أنا أقول كل التنسيقيات، بعض هذه التنسيقيات تنتمي للحزب الشيوعي لأنه يحاول أن يكون قريبا من القواعد من خلال التواجد وسط الشباب، لكن ليس بوجهه الظاهر للناس كحزب شيوعي، لكن من خلال لجان المقاومة في بعض الأحياء. هذه الآن هي باتت مسألة معلومة للجميع، لأنه بكل الأحوال لا يمكن أن تتحدث في الفترة الماضية عندما تمت إجراءات البرهان التصحيحية في 25 أكتوبر الماضي، كانت الإجراءات التي تمت ووجدت معارضة من الشارع وتحديدا من الحزب الشيوعي، لأنه كان الحديث، كانت المطالبات بعودة حمدوك. من المفارقة تمت عودة حمدوك في اتفاق سياسي وجد قبول على المستوى الدولي، وجد قبول على المستوى الخليج الدول الأصدقاء، لكن تم رفضه من الشارع. هذه الخطوة تمت تحديدا من الحزب الشيوعي لأنه يرفض أي تغارب مع المؤسسة العسكرية. بكل الأحوال إذا استمرت الأحوال في هذه، أمر آخر أود أن أشير إليه أن المؤتمر الوطني حاول أن يكون هو الحزب المعارض الذي يحاول أن يقوم بمعارضة مساندة كما سماها رئيس الحزب المعتقل البروفيسور مريم غندور، لكن لاحقا تم اعتقال غندور. بالتالي المشهد الآن بالكامل للحزب الشيوعي. هناك ملاحظة مهمة كذلك يجب الإشارة إليها، أن قوى الحرية والتغيير وتحديدا المؤتمر السوداني هو فاعل داخل كيان قوى الحرية والتغيير، كان لديه حضور مقدر في الحكومة السابقة لحمدوك التي تم حلها بواسطة عبد الفتاح البرهان.
الآن المؤتمر السوداني الإيجابي في معارضة ناعمة من جانب حزب الشيوعية. لو لاحظتوا في احتجاجات الأمس تمت محاصرة إبراهيم الشيخ، كذلك تمت محاصرة خالد إبراهيم عمر الملقب بسلك. هي كل هذه خطوات من يعني هل تقول بأن الحزب الشيوعي هو الذي يحفز بعض الشباب لمهاجمة إبراهيم الشيخ أو خالد سلك؟ دون أن نتهم الحزب مباشرة، المستفيد الأول من الذي حدث لإبراهيم الشيخ وخالد سلك هو الحزب الشيوعي، لأنه لو شكل إبراهيم الشيخ حضورا في احتجاجات الأمس أو كذلك خالد عمر، بكل أحوال هذا يصب في مطرحة المؤتمر السوداني، هذه الخطوة ستكون خصمة للحزب الشيوعي، بالتالي أي محاولات تضييق لأي من قيادات والحرية والتغيير الأخرى سواء كان ياسر عرمان أو غيره من بقية الأجسام والحرية والتغيير هي تصب في مصلحة الحزب الشيوعي، لأن لو تلاحظ بالأمس كان هناك مقطع فيديو ظهر فيه القيادة من الحزب الشيوعي صدق يوسف تم الترحيب به، كان هناك حوله مجموعة من الشباب احتفوا به وصافحوه، يعني كأنما هناك ترحيب بمشاركة قيادات الحزب الشيوعي في الاحتجاجات وهناك الرفض بمشاركات بقية القوى الأخرى. هذه هي مسألة موضوحة واضحة جدا من خلال تحركات الحزب الشيوعي، كانت واضحة أن الأمر مصنوع صناعة، لأنه الصديق يوسف كان يتكئ على سيارة، كان يقف في منطقة آمنة، لم يكن وسط الاحتجاجات كما كان إبراهيم الشيخ. بكل الأحوال إبراهيم الشيخ يستحق الاحترام والتقدير، لأنه بكل الأحوال شارك في الاحتجاجات وكان يريد أن يشكل حضورا سواء لشخصه أو لحزبه، لكن وجد معارضة من البعض، هذه تصب في مصلحة الحزب الشيوعي بكل الأحوال. نعم، وضحت الصورة. أسامة عبد الماجد الصحفي والمحلل السياسي، شكرا لك على هذه المداخلة. يعني أسامة بيرصد يعني مواقف كثيرة، بيقول أنها لابد أن لا تبتعد كثيرا عن حزب الشيوعي، على الأقل هو منتفع مباشر بهذه التحركات. ما هو تعليقك على ما قاله؟ والله يا خوال يعني معلومات قيمة أنا في تقديري التي أدلى بها الأخ أسامة عبد الماجد، وبالنسبة لي مفيدة في نفس الوقت للقراءة على كل المرحلة القادمة. لكن إن كان الأمر كذلك فأبشر بطول سلامة. يعني أنا أتصور عندما يتم احتكار الساحة السياسية والساحة الثورية من طرف أيديولوجي معين، وهذا الطرف ليس مسؤولا عموما في المجتمع، ونحن نعرف طريقة تركيبة المجتمع السوداني وهويته عموما وحرصه على كثير من الثوابت، فأنا في تقديري إذا فكر الحزب الشيوعي بهذا يكون ذهب في اتجاه خطير جدا فيما يتعلق بالحياة السياسية التي يفترض أن تكون في السودان، وهو مسألة التعددية، مسألة الخيار الديمقراطي، مسألة وجود الأحزاب برموزها. بغض النظر صراحة يعني حتى والناس تختلف مع إبراهيم الشيخ، لكن كما تفضل الأخ أسامة الحرص على أنه يكون متواجد مع الثوار، على كون يقترب من الناس، يقترب من الشارع، اعتقد كانت محل ربما التفات كثير من 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 الاتجاهات، يعني لأن الناس للأسف الشديد تعودت على قيادات ربما قيادات تعيش في أبراج عالية وبعيدة، ولكن أن يكون هنالك على كل شخصيات رغم ما حصل منها لكنها لا زالت تحاول أن ترتبط بالشارع. فأنا في تقديري إذا كان الحزب الشيوعي فعلا يريد أن يحتكر المشهد السياسي ويحتكر الساحة السياسية ويحتكر المشهد الثوري، أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى ربما سخط كبير جدا في كثير من أوساط القوى السياسية بما فيها حتى المقربين منهم وبالتالي هذه واحدة ستؤدي إلى سخط القوى المدنية. الأمر الثاني أيضا لا تنسى أنه في خصومة أو في عداء سافر مع المؤسسة العسكرية، وبالتالي أنت أيضا ستكون عرضة على كل اللي ضرباتها، ولن تستطيع مع هذا النوع من الحراك، لأنه هذا كثير من الشباب زي ما ذكرتان في البداية هو متصور سيدخل واحد عسكري على الخط، فواحد من الاثنين، إما أن الحزب الشيوعي يصنع كل هذه المعطيات لوجود خلايا له داخل القوات المسلحة ستبدأ هي بحالة انقلاب، وبالتالي هذا رهان على كل يمكن أن يكون ناجحا وقد يكون. وهذا اللي تحدث عنه الحزب الشيوعي ربما في الأيام الماضية، قال أنه في نهاية القوات المسلحة فيها شرفاء ربما ينحازون. نعم، لكن هذا على كل هذه ستؤدي في نهاية المطاف إلى ضرب هذه الخلايا إذا وجدت، وأنا أعتقد أن أجهزة المخابرات عموما العسكرية أدرى ببعضها البعض، وببساطة جدا يمكن هذا النوع من فعلى كل في تقديري الرهان على الثورة كثورة
وأنها كثورة شعب أفضل من الرهان على أحزاب أيديولوجية يمكن أن تؤدي في النهاية إلى اختزال المشهد السياسي ضمن منظور ضيق جدا وقتل الحياة السياسية في النهاية. يعني في جانب آخر، يعني تحدث البرهان أنه كل القرارات التي تمت يعني في الفترة ما بعد 21 من نوفمبر كانت بالتنسيق يعني ما بين حمدوك والبرهان. دعنا في هذه النقطة نشرك معنا عبر الهاتف دكتور خالد محمد عبيد الله الخبير العسكري. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. مرحبا بك دكتور خالد. يعني كثيرون كانوا ينتظرون تصريحات البرهان، اليوم كان في تنوير لرتبة العميد فما فوق، ربما كان مفاجئا أن يعلن البرهان بأن كل ما تم من إجراءات عقب 21 من نوفمبر من تعيينات من إقالات كان بالتنسيق بينه وبين حمدوك حسب ما رشح في وسائل الإعلام. كيف نفهم هذه الصورة؟ والبرهان كان يتحدث قبل أيام عن أنه لا عودة عن قرارات 25 من أكتوبر، وحمدوك يلغي قرارات 25 من أكتوبر، كيف نفهم هذه الصورة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ومرحب بالضيف وجمهور الغناء. مرحبا بك. ما أحب أن أوضحه أن الدكتور عبد الله حمدوك هو واجهة للمجتمع الدولي ويريد أن ينفذ سياسات البنك الدولي في الاقتصاد السوداني حسب تجاربه أبان عمله في المنظمات العالمية، وبهذا الشأن هو بدأ هذا المشروع وكان مقتنعا تماما أن الحرية والتغيير ليس لديها أي برامج، لا على المستوى المجتمعي ولا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي. وجد نفسه منفردا مع مجموعة من الذين شبوا على ظهر الثورة ليتشاكسوا في الكلام وفي السلطة. التصريحات التي صرحها السيد رئيس مجلس السيادة ليس فيها أي تناقض، إنما التناقض هو موجود الآن في الأحزاب السياسية، موجود الآن في الحرية والتغيير الذي أعطاها عبدالله حمدوك خارج الطريق قبل 25 أكتوبر لتعمل بها، ورفضتها تماما وشكل منها خلية للأزمة ورفضتها تماما. اتفاق 21 نوفمبر 21 جاء بنفس النقاط العشرة التي كتبها الدكتور عبدالله حمدوك للحرية والتغيير، إلا أن تعنت الحرية والتغيير وإصرارهم على إخصاء الآخرين في المشهد السياسي والبقاء على هذه مجموعة الأربع أحزاب هو الذي جعل عبد الله حمدوك يختفي من الساحة ثم يظهر مرة أخرى ويضع يده مع القيادة في دولة السودان. الأمر أمامنا اليوم هو هل يمكن لعبد الله حمدوك أن يشكل حكومة من كفاءات مستقلة لسير دولاب الدولة حسب رؤيته، وخاصة في المسألة الاقتصادية، أم هناك أمر آخر؟ الأحزاب السياسية الآن حسب ما وارد وحسب ما ظاهر تزعى لميثاق سياسي يجمع حزب الأمة والاتحاد الديمقراطي وأحزاب سياسية أخرى ليخرجوا بطريق ثالث غير الطريق الموضوع من الرئيس الوزراء ذات نفسه أو عبد الله حمدوك أو سيد رئيس مجلس السيادة. دكتور خالد، لو أذنت لي حتى يعني نجيب عن السؤال. أنت تقول لا يوجد تناقض بين ما تم، وتقول بأن حمدوك هو مندوب يعني المجتمع الدولي الذي يريد أن ينفذ روشتة المجتمع الدولي. حمدوك الذي يريد أن ينفذ روشتة المجتمع الدولي يتحدث رئيس مجلس السيادة بأنه ينسق معه في كل القرارات وفي كل الإجراءات في كل الإقالات في كل التعيينات. حمدوك يعيد تعيين الأحزاب الأربعة التي تتحدثها ويلغي قرارات رئيس مجلس السيادة بعد 25 من أكتوبر، كيف نفهم هذه الصورة؟ هناك تناقض جلي في هذه الصورة. التناقض تخطى حتى عبد الله حمدوك ذات نفسه، وأصبح جمهور المتظاهرين الذين كان يعتبرون عبد الله آدم حمدوك هو أيقونة ثورة ديسمبر الآن يطالبون بغير ذلك. فأيضا هذا تناقض وهذا إرباك للمشهد السياسي. دكتور، هل اتفق البرهان مع حمدوك على إلغاء قراراته؟ نحب أن نقوله
إن التناقض الذي يظهر أمامك هو سببه الوثيقة الدستورية التي أعطت 67% لمجموعة أحزاب في الحرية والتغيير وأقصد الآخرين. نعم. وعندما عاد عبد الله حمدوك بعد تصحيح مسار الثورة رأى أن هذا الأمر يجب مشاركتهم في العمل السياسي أقله في مستوى تنفيذي للسلطة أقل من مستوى الولاية والوزارات الاتحادية. نعم. وأساس الوثيقة التي الإعلان السياسي الذي وقع بين عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان أن لا يكون هناك تدخل مباشر. نعم. يعني قد تكون هناك مشورة ولكن ليس بفرض الرأي أو بالوصايا. نعم. وضحت الصورة دكتور خالد محمد عبيد الله الخبير في الشؤون العسكرية، شكرا لك على هذه المداخلة. لم يتبقى لنا يعني حتى تجاوزنا الوقت، لكن في 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 دقيقة يعني كيف تقيم ما يقوله البرهان، ما يحدث على الواقع؟ هل هناك تنسيق؟ هل هناك تنافس؟ ما الذي يحدث؟ أنا على رأيي القديم أن كل ما يجري في الخرطوم حاليا هو تنسيق بين البرهان وبين حمدوك. وقلت ذلك في أكثر من حلقة، يعني أتصور بأن الفكرة عند البرهان ما كان يريده استطاع أن يحققه وهو أن يحتفظ بموقعه إلى مرحلة الانتخابات، وأن يتيح لحمدوك على كل في هذه الفترة ما يجعله رمز على الأقل لحالة الثورة ومحاولة امتصاص الشارع، وفي نفس الوقت أيضا محاولة إدخال الحرية والتغيير بطريقة أو أخرى. هو صحيح أخرجهم من الباب لكن يعيدهم من الشباك ليمتص حالة الغضب في الشارع. يبقى الآن أمامنا إلى أي مدى فعلا والله هذه الإجراءات أفادت مثلا في أنه تمتص حركة هذه القوى السياسية وتحاول أن تهدي من غضبها ومن ثورتها، هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة. لكن في تقديري كل ما يجري الآن هو بالتنسيق لأجل التهدئة ومحاولة الانتقال الهادئ والسلس في المرحلة القادمة. أنا شكر لك مشاركتك معي في هذه الحلقة. في الختام أعزائي المشاهدين أذكركم بأننا نسعد دائما بتلقي أسئلتكم واقتراحاتكم من خلال التعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الملتقى في مشهد سوداني جديد بإذن الله. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، وأذكركم بأن بث القناة عبر التردد 11526 نايلسات أفقي سيتوقف، ولكنه مستمر عبر التردد الآخر 12604 عمودي نايلسات أيضا، ومعلوماته ظاهرة على الشاشة أمامكم وموجودة بشكل دائم ضمن شريط الإعلانات وشريط أخبار. إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.